فندم، اخبار حضرتك الحمد ايه؟ لله. والله ازيك مهندس ايهاب صالح، يعني امبارح شفنا مهندس نووي ده بيتكلم في بعض القنوات ويتكلم بشكل كبير عن الانتخابات القادمه، وقائمه مهندس نووي ده قائمه كبيره وفيها اسامي قويه جدا. انت شايف يعني مدى قدره المنافسه على هذه القائمه؟ حضرتك شايف الدنيا ماشيه ازاي في المستقبل بعد الجمعيه العموميه السابقه والموافقه بالاغلبيه على اعتماد اللائحه؟ شايف المواضيع دي ازاي يا فندم؟ والله بص، بالنسبة للمنافسة، المنافسة هتحصل ساعة المباراة ما تبدأ، يعني محدش يقدر يقول نتيجة ماتش قبل ما الحكم يصفر صفارة النهائي. لما الإنسان بيتحرك وبيتكلم مع الناس، في ناس كتير قوي فكرها بتتغير. مفيش شك إن هو وبعض الأعضاء في قائمة المهندس أنا بريدة كانوا عاملين جهد مسبق ومتصلين بشكل كبير بالجمعية، لكن لما تبتدي الحركه الاخرى من الاخرين هتلاقي بعض التغييرات. بالنسبه للظاهر العام دلوقتي، نتيجه ان ما فيش لسه اتحرك حد بشكل يعني مكثف، فهو طبعا احتمالات فوزه الاكبر، لكن بعد الحركه قد تتغير هذه الامور. وبعدين بتيجي برضه مرحله الطعون على المرشحين، قد يخرج بعض الناس من قائمه المهندس زهان ابو ريده، وهيكونوا مؤثرين جدا اذا تحقق ذلك. يعني او اتفضل، يعني حضرتك بترجح ان في اسماء من اللي هي نازله مع مهندس هاني ممكن تسيبه؟ من وجهه نظري انا وفهم اللوائح، هناك يعني في حاجه اللوائح هتعوق بعض الافراد يعني. بالظبط كده، من الشخصيات الهامه. فده اهم اول. اهم ثاني بقى بالنسبه للي حصل اول امبارح في الجمعيه، الحقيقه الجمعيه كلها شبه البطلان من اولها لاخرها. وفي 9 نقاط مخالفة للائحة تبطل الجمعية، كل واحد منهم يبطل الجمعية. فاحنا الحقيقة عدينا شكوى. طب اديني كده نقطة أو نقطتين كده يا فندم بعد إذن حضرتك نشوف. يعني سجلات الحضور كانت فيها أرقام غير اللي اتعلنت، يعني المفروض إن الساعة 12 بالظبط بيتم حصر اللي هم موجودين في كشوف الحضور. ثم ترفع كشوف الحضور، يعني خلاص بدأت الجمعية ما حدش يخش بعد كده. اللي حصل ان هم تركوا الكشوف ممتدة، فجت ناس بعد الساعة 12 خدت البطاقات ودخلت، وبعدين ما حسبوهاش، فحصل فرق أكتر من 30 صوت جوه زيادة، واشتركوا في التصويت وصوتوا. فلما طب مش هو لما بيجي بيمضي بياخد الكارت، فبالتالي بيتعلم ان هو جه اللي هو بتاع اللي بيتحط هنا. ده اللي حصل، المفروض الساعة 12 كان يرفع بقى الكشف كابتن حازم وما يديش بقى كروت تانية، او اذا كان ادى كروت تانية يرجع يبلغ تاني المنصة ان العدد ما بقاش 117، ده العدد زاد عن 140. وبعدين عمل غلطة تانية، لان اللائحة بتلزم عند بدء التصويت ان يتم العد الحقيقي على ارض الواقع عشان يتأكد من ان العدد ما قلش عن نسبة 25% من العدد الذي بدأ به الاجتماع. الخطوة دي هما ما عملوهاش، لو عملوها كان هيكتشفوا الزيادة، وبالتالي الرقم اللي هو طلع دلوقتي اللي هو 87 واحد وافق، هما بينسبوه ال 117 اللي هو العدد اللي بدأ به الاجتماع الساعة 12، وبالتالي بيقولوا إن القرار قد مرر وأن يعني حصل على ثلثي الإيه الحاضرين. بينما لو هما عدوا على العدد الحقيقي اللي داخل 142 يبقى ما جابش التلتين، ويبقى الموضوع بقى رفض مش قبول. ده بس يعني لمحة واحدة في 9 حاجات. فالحقيقة احنا قدمنا شكوى للمجلس القومي للرياضة النهاردة الصبح، وطالبين التحقيق في ملابسات هذه الأمور، وطالبين التحفظ على كشوفات الحضور حتى لا يتم العبث بها، وفي نفس الوقت طالبين ان في حالة سجود هذه المخالفات التي تبطل الجمعية، كل طالبينه إعادة الجمعية، إعادة الجمعية على الأسس السليمة. الحضور يخش فقط للناس اللي هم ليهم حق الحضور. لازم تتم المناقشة، عدم المناقشة ده يبطل برضه الجمعية، لأن ده بيأثر في التصويت. من حق كل إنسان قبل أن يصوت أن يتبادل الخبرات مع زملائه. أنا مثلا ما بفهمش في المحاسبة، فما تجيب لي والله الميزانية تقول لي قول رأيك فيها، ما أنا لازم أقعد أتناقش وأشوف زمايلي اللي هم عندهم خبرات في الموضوع ده يقولوا لي وجهه نظرهم ايه، فقد يتاثر رايي من القبول الى الرفض، او من الرفض الى القبول، وهكذا. فاحنا الحقيقه ممكن اسال حضرتك سؤال، يعني معلش بس وقت حياتنا النهارده قليل شويه. حضرتك مثلا في قائمه لحضرتك في ملامح ليها حاليا في اسامي معينه مع حضرتك، ولا لسه حضرتك بتدور وتبحث عن قائمه تنزل بها انتخابات ان شاء الله؟ لا، احنا عندنا قائمه، وكنا منتظرين موقف الاثنين مرشحين
بتوع الصعيد. هم لما رحنا قابلناهم في الصعيد في لجنة مكونة من 5 قالوا ان هم هيقعدوا مع كل القوائم المعلنة ويقرروا من هم الافضل اللي يروحوا عندهم. طبعا كلام عصام من شويه بيقول ان هو يعني شاف ان قائمه هاني ابو ريده افضل ما هتضم اليها. ده طبعا مغاير للي اتقال لنا كنظام عام هم خدوه، فقد يكون هم اختاروا خلاص وجهتهم ولسه ما قالوش، وقد يكونوا لسه لان هم طالبين من كل قائمه مشروع لنهضه الصعيد يقدم ثم يقيم. فلكن في جميع الاحوال اذا كان الصعيد يعني حسم رايه بان هم هيكونوا مع هاني ابو ريده فساعتها هنستكمل بقى المقاعد اللي هي مش موجودة يعني كنا حاجزينها ليهم وحنخش. وبعدين في النهاية على فكرة المكسب أو الخسارة مش هي دي القضية. القضية أن تكون هناك يعني مجموعة قادرة على عمل الإصلاح. أنا شفتك امبارح وأنت في الجمعية وبتقول إن مش أنا مش يعني كنت مذهول، أنت بتقول أنا جيت مش ما تخيلتش الجمعية تكون بتتعامل بهذه الطريقة. طبعا ده كلام يعني مس قلوب الناس إن هي دي الحقيقة فعلا. المهم من يصلح والمهم من هو القادر على تنفيذ العهود. اسهل حاجه في الدنيا ان تعد بس اصعب حاجه ان تفي. وعايز اقول لك حاجه، الحاله الماليه في الاتحاد صعبه جدا جدا جدا. حتى لو الانسان في نيته ان يصلح وان يضع خطط يصطدم بعدم القدره الماليه على تنفيذ هذه الخطط، ودي مشكله لازم ينتبه اليها جميع المرشحين. انا رحت كمدير تنفيذي وكان عندي حلم كبير جدا. اول ما رحت ودخلت اول يوم عملت جبت الوضع المالي لقيت الاتحاد مدين ب 22 مليون جنيه للانديه فقط، ده غير ديون ثانيه للفنادق وغيره وغيره. فطبعا رحت حاطط الخطه اللي انا كنت عايز اعملها في الدرج وابتديت اشتغل ان انا انمي موارد على قد ما اقدر، احصل الفلوس اللي بره على قد ما اقدر عشان بس نطلع من العصره دي. وده استغرق مني 6 شهور مش 7 اللي قعدتهم ان شاء يعني الله. فطبعا يعني الموضوع عايز فكر وعايز قدره على جلب تمويل ثم تخطيط ثم تطبيق هذا الفكر. واتمنى لكل الناس على فكره اللي هم هينجحوا كلهم احنا اصدقاء في الاخر قد في الانتخابات. اكيد انا معلش باشمهندس لازم اقطع على حضرتك لان الحلقه النهارده ساعه. بشكرك شكرا جزيلا مهندس ايهاب صالح وربنا يولي الاصلح طبعا. ومع فكره المسؤوليه صعبه جدا، يعني اي واحد بيتولى مسؤوليه